هذا النهار الثالث من الخدمه الافتتاحيه ديال تبوريله. البروغرام ديال هذا النهار مشارجي شي شويه ولكنني ماشي بزاف بحال الايامات اللي دازو. علاش؟ لحقاش ديك هي واحد السهره اليوم بالليل هنا صافي حنا جالسين دابا هنايا صباح اللي قلت لها وحنا جالسين فيها باش يجيو زعما الفنان اللي يغنيو بالليل باش نصوروهم. غادي يكون مسلم، غادي يكون الطلياني، يكون ايكو، غادي يكون المهم البروغرام هو هذا. غادي يكون على شكل غادي نصورو سهرة صافي، مكاينش تبغي هذا النهار البارود داكشي ديال البارح. البارح كان شارجي بزاف بزاف، علاش؟ لحقاش خدمنا النهار كامل وعاوتاني خدمنا بالليل وصوبت الفلوغ بالليل في الخدمة صوبتو باش نحطو لكم في الصباح. لا متعمرة بزاف. دابا راه حنايا تكينا واحد 3 سوايع بحال هكايا، كجينا لهنا باش نوفر الوقت، تكينا واحد 3 سوايع بحال هكايا باش عاد نقدر نتبع الفلوغي ونطرح مع الكاميرا. والدراري راهم نتا هما ناعسين دابا، تيرتاحو باش العشية يكونو أونفور وصافي هادشي اللي كاين. نمشي ندير نورمالمون الماتيريال يتشارجا، لحقاش راني كنت مهلوب كاع مقدتش ندير حتى شي حاجة. بي الله فقت شوية ديك تجي ديك الجوج دابا ثلاثة الجوج هاديك باش فقت. جايز سي بون، هذا هو البروغرام ديال هاد النهار. يعني مكاينش شي بزاف ديال الحوايج، ولكن غادي نخرجو ندور شي شوية باش نحيدو ستريس ديال الخدمة والجامعة. هذا هو اللي غادي يكون ان شاء الله هاد النهار. نص قويت حنا وصلنا لواحد القنت فين يديروا واحد لي كونفيرونس، نصوروهم موراها عاد ان شاء الله غادي نهوتوا للبلاصه ديال تبوريده، موراها عاوتاني غادي نمشيو لاسين فين يغنيو الناس واللعيبات والسونات. راه باقا الشمس متنطنه بزاف، هادشي راه حمايقه. ونسيت راه جيتي انا و عبد اللطيف وليكيب الاخرى بقات في قاول تحت لاسين. بدا اول بلان عبد الحكم الكاميرا هذا عبد الحكم الكاميرا يلا لحق نساو ليتس جو صافي نمشيو حنا نهبطو لتبوريده. لحقاش ما بقالناش الوقت بزاف، ودابا خصنا نشدو بالطرون العيبات كما شفتو صاحبنا بغا داكشي بالطرون. واحد الزحام غريب. الله يحفظك. طيب تبن خدامه في التبن. طيب تحياتي. جود ورك مان، جود ورك. ندوزو نطلع لواحد القنت هو الفوق، ها هو نوريكم بقاش داو الدرون ديال الدراحين تمشي للسين، يعني ما عرفناش مناش. ها هي البلاصه، هي هذي كنطلعو تما. هي السلام عليكم. اوبس شوفو شنو تحت السين. انا يطلع عندي تقريبا شي حاجه.
بيلوطيتها ما وقع حتى شي حاجه الحمد لله. مشى السينيال واحد شويه 800 متر ولا 900 متر تمشي السينيال ما فهمتش علاش وقيلا الميزاجور ولا شي حاجه. انا عادني غنشوف له اللعيبه شنو ياو براو غنشوف له شنو المشكل واش من لا ميزاجور ولا شي مشكل في التيليكوموند. شوف دابا شويه تهلا ودراري بي بينغو وينين غيما اللي دماغو كيزنزن الكود الدماغ ما تزغوت اخويا بغوت انت تزيد ديك على العوده لا اولا 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 اقول لك كي جاك هاد النهار ها يباوي الضرب رقم قياس يباوي يلا صور 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 بيج يا تسحامر بيج روينا واقعه. المهم هذه هي طبيعة العمل ومازال ما كليتش غنمشي ناخذ شي حاجة بمويات ولا شي حاجة ديال المهم باش ندمق. هنا كاين الصاد صعيب تاكل شي حاجة طايب. من البارح ما العشرة دابا راه العشرة خدمة سويبي خدمة الطرباق والدراري هما واجدين. أول 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 سالينا اخيرا سالينا صافي مسلم والتالي وليني راه علينا حسين الوداع. واه خويا اسماعيل هاد الليله كيداير داس هي الليله كانت صراحه زوينه زوينه ولكن حنا كلينا العصا مزيان. شي اسماعيل دابا راه تيصور بالكاميرا خصكم تشوفوها اللون ديالها ولا كري 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 غريز صافي كارت غريز. الشريف ديالنا انا وكله في رجلي وكله البارود بالبارود وكنت هنا يا كليسا ثاني في اللعيبه هنا كلينا العصا لا قول لهم قول لهم شنو داز بعدا في الخدمه. الخدمه دازت مزيان لا شحال خدمتي شحال خدمتي خدمتي لا شحال دابا نهار خدمتي دابا شحال من خدمه خدمتي نون ستوب رجل حديدي وحنا داخلين في الدوز ديال 24 ديال القران شي نهار وحال 36 يعني 36 اوكي يعني دابا دابا اللي خلانا باننا نخدموا هو تار جروب كل واحد تيدير لاطاج ديالو ترونكيل فهمتي يعني تتكون مرتاح يعني كل واحد يعني كل واحد يشد لاطاج ديالو خدمها سالينا هي بحال دابا بحال دابا شفنا شي نوطه راه غير بعينينا نتفاهموا عليها كاملين نضحكوا ونجمعوا ونطويو الفيلم هادشي اللي كاين برقيه بوم صافي خوتي سالينا عرفتي روينه واقعه عرفتي شحال الناس والغبره وكما قال لكم ياسين الكاميرا رجعت كري ماشي كحله بقوه الغبره. المهم اليز داز اليوم الثالث بخير ترونكيل بقى لنا غدا الصباح ونسالم ان شاء الله. اوكي جايز تتشافوا وبدا ان شاء الله عاوتاني
اجي تهلاو لنا خويا. مازال غيكون 4 ايام جول غدا غيكون هي الصباح غديروا حتى هو ان شاء الله غيكون غيكون دابا ديم ها ديم. شكرا لي فان ديال اسماعيل كاملين وكنحييكم كاملين والناس اللي كيعرفوني انا صاحبو راه كيعرفوني بزاف ديال لي فانز ديالو. كنحييكم من هذا المنبر وكنقول لكم وقولوا صحابكم يتابوناو 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 راه ديما الجديد عند هذا السيد وتبارك الله عليه والله يسخر له جود جايز